صباح الخير صبايا. وعدتكم أنا بأنه أرفق بعض الملاحظات والتعليمات والنصايح لنضمن النجاح المطلوب لكل وصفة، وخصوصا بدنا ندعم كل مبتدئة مشان تتجنب الهدر المادي والمعنوي. صبايا، وصفة أقراص جوز الهند، طبعا 4 بياض بيض، وطرحت مؤخرا إيشو المواد أو المكونات اللي دعمت أقراص جوز الهند وخلتهم هي الأفضل والأطيب عن سابق، عن وصفة من 3 سنوات، تمام صبايا؟ ونزلت المقادير، 4 بياض بيض كمقادير نفسها، بس ضفنا فقط مكونات اللي هي نشا طحين زيادة قطر فقط، تمام صبايا؟ خليني أقول المقادير. طبعا أنا منزلة الوصفة مشروحة عمليا خطوة بخطوة، نحن جروبنا جروب تعليم. 4 بياض بيض صبايا، كاسة سكر، بتحبي سكر بودرة، بتحبي سكر عادي، السكر العادي بدك تبذلي جهد بالخفق أكتر، تمام صبايا؟ وكاستين ونص جوز الهند. في صبايا عم بتسيح معهم، في صبايا عم بيصعب التشكيل معهم، رح أعرض لك الملاحظة. وقت تخفقي بياض البيض، 4 بياض البيض، انتبهي يكون الوعاء بارد والمواد اللي بدك تخفقي فيها باردة، تمام صبايا؟ وبتجيبي البيض غير طازج، بمعنى يعني جبتيه قبل 4 أيام بتطالعيه، حطيتيه بالبراد، ما هيك؟ طالعناه من البراد وفصلنا الصفار عن البياض وتركته للبياض على جنب مشان ياخد حرارة المطبخ. بتقلي لي مدام دلال، طب ليش طالعناه من البراد وفصلنا فورا الصفار البيض؟ ليش؟ لأنه بيكون صفار البيض جامد، نحن ما بدنا ولا نقطة صفار تقع ببياض البيض ويخرب معك الميرانج. نحن بدنا نعمل أول عملية تحضير هي الميرانج، تمام؟ فصلنا البياض عن الصفار وحطينا البياض شي نص ساعة بحرارة المطبخ أو ساعة. منخفقه بالبداية، منحط رشة ملح وخل. الخل أو حمض الليمون هو بديل التارتار، بيتضاعف الميرانج وبيتضاعف المزيج وبياخد البياض الأفضل. عملنا الميرانج، بعدين إيش منحط؟ منحط رشة فانيليا، بعدين منحط السكر رشة ورا رشة، شوي ورا شوي، يعني الكاسة السكر تقسميها لثلاث دفعات، بتلاقي المزيج عم يلمع وعم يتضاعف وبصير تجانس. بعدين بتكملي بتحطي وعاء فيه مي اسمه حمام مائي على مبدأ الشوكولا، بتحطي الوعاء، طبعا أول شي بتحطي جوز الهند، الجوز الهند هو 2.5 كاسات، بتخلطيهم مظبوط وبتحطيهم بوعاء مي فيه سخنة، بتحطي إما بتريدي على النار، على نار واطية لمدة 1/4 ساعة أو 10 دقائق، مثل هيك من اللين نعطي ليونة لجوز الهند صبايا، نعطي ليونة. بحط أنا معلقتين قطر، بحط معلقتين طحين، طحين نخليهم مع البيكنج باودر، مع معلقة نشا كبيرة. بس هدول ايمت منحطهم؟ بعد ما نخلص من الخلط وطبخ جوز الهند لمدة 10 دقائق بالحمام المائي الساخن، تمام؟ وبنفس الوقت البيض بيتعقم وعب ينطبخ، مشان إذا تم جوز الهند عنا لفترة طويلة ما يكون عنا مشكلة. صبايا، بدنا نجي طبعا الحرارة 160، بتشعلي بالبداية من فوق ومن تحت، بعدين بتطفي من فوق، لا بس انتفخوا شوي، بتطفي من فوق وبتتركي تحت شاعل، بتردي بتشعلي من تحت وبتطالعيهم على هالشكل. طيب التشكيل صبايا، إما بقالب البوزة، إما بتحطي وقت معلقة قطر وبتخلطي تخليطة بسيطة، أو بتلفتي هاد
بالقطر وبتسكبي. نقيه صغير لأنه بيتضاعف حجم أقراط جوز الهند. أو بواسطة المكبس أو بالمعلقة أو بإيدي، بدي أفرجيكي الطريقة كتير سهلة. بلت إيدي بهالشكل، نحن قلنا ووعدنا جود بالموجود صبايا، وبحطها بهالشكل شايفين صبايا ما أسهلة؟ بعطيني معلومة للفستق، بدنا رطوبة ما بدنا يحترق، بيحترق الفستق إذا حطيتيني ناشف. بتبللي منشفة مي وبتحطي الفستق داخل المنشفة المبلولة ماء لمدة ساعة. بعد ساعة بتلاقيها طرية، أسميها اسمين بهالشكل يسهل تقسيمها، وبنفس الوقت أخدتي أخد الفستق سائل رطوبة مشان وقت تعريضه للحرارة بتتبخر بتبخر السائل، بس ما بيحترق الفستق، ما بينشف، من تم نحافظ على هاللون الجميل. هي ملحوظة كتير مهمة لكل وصفة بتزينيها بمكسرات. من جروب مطبخ دلال حناوي المبتدئات خطوة خطوة، وأهلا وسهلا فيكي صبية. بدي أفرجيكي في منهم صبايا عم بيقولوا لي مدام بدنا نشوف من جوا القطعة شلون طرية، بدي أقسمها قدامك صبايا. طرية جدا، بدي اعفسها قدامك، لسه هاي تازة طالعة من الفرن، لسه بتنشف من الخارج وبتبقى طرية من الداخل، يعني بتبقى 4 أيام براد، البراد من اروع ما يكون، تخزن بالفريزر صبايا. بدي امسكها قدامكم شلون بدي اعجنها، افرجيك اياها طرية. هاي طازجة لبعد ساعتين رح تقرمش من الخارج وتبقى طرية من الداخل. وعدكم خطوة بخطوة، تابعوني بقناتي باليوتيوب، فعلا رح يوصلكم كل جديد، وصفات جديدة ورح نبدع سوا أنا وياكم. وأهلا وسهلا فيكي صبية، وجروبي جروب مغلق للصبايا. نسيت ملحوظة صبايا، في منهم عم يسألوا ليش وجود القطر. القطر بيعطيكي طراوة لأقراط جوز الهند، وبيعطي لون جميل ذهبي للخارج، وبنفس الوقت بيعطيكي قرمشي. تمام صبايا؟ مشان هيك القطر وجوده ضروري. صبايا هيك بيكون الحرق، هذا هو. خلي حدا إذا جوزي يساعدك، هو بده ضغطة قوية، بدك تنتبهي وتكوني حذرة، بس هو الأفضل من الفرن بكتير بكتير. إذا بدك تعمليه بالفرن، باب الفرن بيبقى مفتوح وبتشعلي بس من فوق صبايا، بيطلعوا بهالشكل. هدول أصابع اللوز المرصبان، طبعاً تقدري تعمليهم فواكه للأطفال كتير بحبوهم، مثل شكل موزة، فريزة، المهم بهالطريقة. فعلا اطيب من السوق 1000 مرة، نظافة وأطافة، وجودة بالعمل، وجودة بالمواد. الكيك بيكون جاهز، تاخدي لون ذهبي.